بالعيون وفي مجال التعليم العالي. انطلقت صباح اليوم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة برسم السنة الجامعية الماضية لكلية الآداب التابعة لجامعة ابن زهر بأقادير. الامتحانات انطلقت في أجواء يعمها الانضباط والتوعية والتحسيس بمخاطر وباء كورونا. محمد المصطفى خياو، صالح القيبي. وسط إجراءات احترازية وتحسيسية تنطلق هنا على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون امتحانات كلية الآداب التابعة لجامعة ابن زهر بأقادير، عملية تأتي في إطار الامتحانات المؤجلة برسم الدورة الربيعية للسنة الجامعية الماضية بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 على المستوى الوطني كما باقي دول العالم. في إطار تقريب الجهود وتقريب المراكز من الطلبة وانخراطا في السياسة العامة لجامعة ابن زهر وللتعليمات عن السلطات الصحية بالمملكة وخاصة بجامعة ابن زهر، فإن الجامعة وخاصة كلية الآداب تنخرط في هذا المشروع بتسهيل وتيسير عملية ولوج الطلبة إلى مراكز الامتحان التي تمر في ظروف جيدة جدا هنا بالمدرسة التي نتواجد بها. لافت للانتباه وهذا الانخراط وهذه المسؤولية التي تمر فيها الأجواء وتمر فيها أجواء الامتحانات وانخراط الطلبة والتزامهم بما هو مأمول ومرجو منهم. اللافت أيضا هو أن ليس هذا المركز وحده هو الذي تقوم به كلية الآداب، بل هناك مراكز متعددة. هنا عندنا مركز بورزازات ومركز بقلميم ومركز بتنغير ومركز بزاقورة ومركز بالداخلة، وأعتقد أن هذه التجربة يجب تثمينها من أجل أن تكون المردودية أكثر، وخاصة الرهان الأكبر هو السلامة الجسدية للطلبة والرهان الأكبر بالنسبة لنا. جامعة ابن زهر على موعد مع التاريخ وخاصة المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون في إطار إنجاح هذا الاستحقاق الجامعي اليوم باحتضان التقييمات والامتحانات المؤجلة عن الدورة الربيعية لموسم 2019-2020. والهدف من فتح أبواب مدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون اليوم كباقي المراكز الجامعية المتواجدة بمختلف التراب الذي تغطيه جامعة ابن زهر هو تقريب الخدمة الجامعية في ظروف الجائحة الوبائية من الطلبة الذين ينتمون لهذه المناطق من أجل اجتياز هذه التقييمات والامتحانات في ظروف سليمة. وداخل القاعات تنطلق الامتحانات الخاصة بكلية الآداب التابعة لجامعة ابن زهر بأقادير وسط إجراءات تجديدية تتعلق باحترام بروتوكول الوقاية المعتمد حاليا من لدن كافة المؤسسات والإدارات وطنيا باعتماد ارتداء الكمامة والتباعد بين الأفراد. هاي الفكرة اللي عدلوا هذا العام زين الحقيقة، تمنوا كل عام بحكم عن حذاء أهالينا وبحكم أنه حتى إحنا كل أمهات، أنا بالنسبة لي أم ربة بيت وفي نفس الوقت طالبة، يعني سهلت علينا ياسر من الأمور كيف عنا الصفار والكراوي ياسر من الأمور. ثاني شيء في ظل هذا المرض الحمد لله يعني كان إجراءات زينة وكان واحد يعني إحساس بمسؤولية في نطاق هاي الجامعة اللي هون، والحمد لله الامتحانات زازوا والله زاد يزوزوا على أكمل وجه بواحد المسؤولية بواحد يعني واحد ترابط والتضامن، حمدنا مولانا. بالظروف اللي تمر منها البلاد ضرت الإدارة على أنها تأجل الامتحانات لهذا الوقت، وإحنا دائما مع الصالح العام، والظروف الحمد لله مرت جيدة وفي احترام تام المعايير والإجراءات اللي منصوص عليها من طرف السلطات الصحية والأمنية، ومشكورين على تنظيم يعني الإدارة ديالت المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون على السهر اللي مرت به هذه الظروف، يعني في ظروف جيدة جدا. خلال الفترة الحالية والتقريب نظام التعلم من طلبتها تعتمد جامعة ابن زهر بأقادير نظاما يروم تقريب الامتحانات من طلبة المناطق الجنوبية احتياطا ووقاية من مخاطر وباء كوفيد-19. نبقى دائما في شأن الامتحانات الجامعية، حيث جرت اليوم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون امتحانات الكلية المتعددة التخصصات بسمارة، امتحانات تأتي بعد تأجيل الدورة الربيعية برسم السنة الماضية. وجرت العملية وفق البروتوكول المعتمد من لدن الوزارة الوصية بخصوص الوقاية من وباء كورونا باعتماد ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم.
تم تقسيم أو اعتماد عدة مراكز من أجل اجتياز امتحانات الدورة الربيعية 2019-2020. تم اعتماد مركز العيون، الداخلة، قديميم، طنطان، ثم السمارة. الظروف لاجتياز امتحان ولله الحمد ظروف جد حسنة، ذلك باعتمادا على البروتوكول الموضوع من طرف الوزارة الوصية، يعني احترام التباعد، تعقيم اليدين، ثم ارتداء الكمامة بالنسبة لجميع الطلبة.